يخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. انا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي، شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العرض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى افندم؟ لا مفيش. شوف الكساعه عامله ازاي. الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي وكده حلو وعالي يا حسنين. وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقولك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره، وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربية وتيجي على البيت أو بالمرة تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامة. طب كنت هجر ايه ولا حاجة؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ أنت على قطع الهناد. كوباية الشاي تقيلة يا ولا. أحسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه، شيلوا الواد من أبوه. السح اللح تفوق شيلوا الواد من ابوه. انت يا خيلة يا خيلة. هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى. ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح.
فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا؟ هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تليه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي بك الحمار؟ واني مالي؟ لما يجي بأسأله. أسأله؟ ده انا هروح في كيس الدب داهية. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس ولا ولا مش عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجة فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. أحسن حل إنك ترجع بلدك. أنا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني افهمني، لقمة العيش هنا صعبة. لازم تشتغل وتشقى، إنما هناك اللقمة سهلة. يا خال أنا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني، أنا عملت اللي عليا وزاد شوية كمان. قول بقى إنك أنت خايف من مراتك. إيه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه، خد يا حسنين دول وموصل لغايه موقف التاكسي الاجره وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجره يا فندية. طب نوصل بالسلامه يا اخينا. ادفع الاجره يا اخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى. دفعت الاجره مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تدوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي. امشي يا ابن ناشا الشروق كمان، ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخوي. تبدأ المية انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. مش عايز 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 الخير. مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا لا يا ابويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزتوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذة، أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان.
ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبي. يا سي حسنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. فقلت يعني احنا في استريحه. خليل يا حمار الغبي يا حسنين، انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتكه. انتكه؟ انتكه ايه؟ غزق عين هياكله الشهد. غزق عين هياكله شهد؟